عادل حمزة الصنهاجي باتجاه عبد العزيز عادل مجددا كرة خطيرة 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 للمرخية القضاء على اللقاء فعلا هي رصاصة الرحمة على هذه الأمان بتسجيل للهدف الثالث للمرخية نقلات سريعة مثالية خطيرة عدي خالد يستثمرها خير استثمار من جانب الوكرة يتقدم فاضل يحاول يبرر لأنتوني يسيطر على كورته أنتوني يغير اتجاه الجسد بشكل جميل ومراوغه ولكن الكرة مقطوعة من نيكاندرو نيكاندرو يمرر حارس المرمى حسن إدريسي جميل محاولة للمرور ولكن التغطية من نيكاندرو نيكاندرو يستخلص كورته نيكاندرو يتقدم يدخل منطقة العمليات ومحاولات احتساب ركلة جزاء في عام 2007-2008 في نادي أتلتيكو مينيرو وبالتالي انتقل بعد ذلك لعدة أندية عزبتان وأيضا كاربيتي لفيف وعزبتان والله يعني لو استلمها كان يبقى فيها كلام تاني اللاعب المتميز الجلاب اللاعب المتميز الجلابي ولكن كرة مقطوعة من اللاعب نيكاندرو نيكاندرو اللاعب الهولندي يلعب كرة ولكن الحكم وقف اللعب يقول له يلعب عصفية و شوفوا بقى لو كان فيها استلام العرقلة نيكاندرو تكسب الشجاعة فادي العنازي عن طريق اليمنى يقف على كورته يمرر مره ثانيه محاولات عن طريق الجبهه اليمنى كره مرفوعه عادل عبد العزيز جول جول اول اسامه يتقدم يلعب لحارس كره مرفوعه حلوه والله حب يخطفها براسيه نيكاندرو يرجع بها للخلف الهولندي المحترف في صفوف تصل مرة تانية هو للاعب نيكاندرو في وسط الملعب يغير اتجاه اللعب عن طريق حمد سعيد بالغيث حمد يتقدم يرجع لنيكاندرو مرة تانية ومحاولات كرة ملعوبة أمامية مرة تانية محاولات يا سلام ما فيش فات رحمن مصبح الظهير الأيمن هو وسط الميدان خالد جبرتي واحد من الركائز المهمة في أندية دوري نجوم قطر أو نادي مسيميري إلى تشكيلة المرخية في هذا العام وفي هذا الموسم ويساعد أيضا في المقدمة النيجيري أوشي كانو فيه لأن مسامير أنهى كل الأمور منذ الشوط الأول الهدف السادس شيكالو بعيد عن البرازيلي يلتحق باللاعب عبد العزيز عادل عادل في الجهة اليسرى نادي المرخية ليسجل ثاني الأهداف ممتاز خاصة في النصف ساعة الأولى وتراجع طبعا وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى ضغط عناصر طبعا مع نادي قطر مسيمير كان حل ثالثا آنذاك بأربعين نقطة من 12 انتصارا وأربع تعادلات وهزيمة واحدة بينما هناك صعبة يعني تقريبا الظرف الطرد وركلة الجزاء أثرت بشكل أو بآخر على معاذير انطلاقة سريعة مجددا حاضرة خالد كرة لمصلحة الشيحانية الآن في منتصف في ملعب المباراة تمريرة تأتي لكن أيضا تغطية دفاعية وتدخل في توقيت مناسب تغيب فيها أو يغيب فيها منطق الحسابات لكن في عالم كرة القدم كل شيء وارد تأتي على طريق صالح اليهري الآن ملعوبة في منتصف في ملعب المباراة لمسة من نيكاندرو الهولندي يتقدم يبحث عن من
يجد في الجهات اليمنى محمد حارس، حارس على عرضية، عرضية منتظر، وهكذا يتكلم اللاعبين المتواجدين في زي نادي المرخية، والعكس تماما بالنسبة لنادي الوطن. دفاعيا دفاع الشمال الى حد الان وقف جيدا، ترجع الكره مره اخرى، محاوله نيكاندرو، نيكاندرو ممتازه العمليه، كره لصلاح الياري، توزيعه لكن اوتشي كالو، كره تعود مره اخرى لنادي الشمال في وسط الميدان، يحاول ان يتقدم لكن كره مقطوعه، 3 على 2 3 على 2، كره من عبد العزيز عادل، عبد العزيز، عبد العزيز يحاول يلعب كره مع حمزه، نادي أومينسيا، ترجع الكرة، هذا هو نيكاندرو، صلبة دفاعية وقت علي ياسر المعمل نيكاندرو، عبد الله الهجري، لوك فيكيمين دفاع الكامروني، حمزة الصنهاجي، أوتشي كالو، وعبد العزيز عادل، هذا حمزة الصنهاجي مرة أخرى يستعرض بعض الفنيات، هدف أول، هدف تهديف واصل مع ذكر مشوار نادي الشمال الى حد الان في بطوله الدرجه الثانيه. قبل هذا كره ملعوبه من كالو، كالو يلعب لمسه الى نيكاندرو من جهه اليسار، حمزه الصنهاجي مره اخرى، لعب الاطراف، يرفع الكره طويله، اخراج في الشوط الاول، كره من نيكاندرو يلعب مع الهجري، هجري طلب كره من صلاح الياري على مستوى الرواق الايمن، هجري ماذا يفعل؟ يمر، يعدي، نيكاندرو يصوب ام لا؟ يضع الكره، تصويبه ممتازه جدا، التصويبه ممتازه كانت من جانب نيكاندرو، والتعلق للحارس محمد مبارك، تعلق حارس مبارك، شوف الكنترول ممتاز، عادت الكره هناك واصلة عند حمزة صنعتي في منتصف الميدان، تعود واحدة والثانية للطرف الأيمن، مثلثات جميلة، الله على على تبادل الكرات، الله على الكرات الماضية والتناغم والانسجام، واحدة اثنين ثلاثة أربعة، تيكي تاكا من لقطة الماضية، تبعد وتعود، تبعد وتعود إلى الجهة اليسرى، هذا هو الوتراسي، الوتراسي نعم أمام كرة، والمحاولة بالمرور واحد واثنين وثلاثة، لكن منين راح يجد سبيل اللي من خلاله راح يمر للخشبات الثلاث لمصلحة نادي الملخية، مصلحة لاعبو نادي الملخية من الجهة اليمنى، هذه هي الكرة، تبادل الكرات عالية طويلة واصلة إلى الطرف الأيسر، وقف على كرته، حضرها بالرأس، لاحظ هذا الحزم، سيشد الحزم لنقاط ثلاث، فبالتالي الصراع طوال الدقائق المقبلة سيستمر، الكرة من هناك بمنتصف الميدان لمصلحة لاعبو نادي الملخية، تبادل الكرات، هذه كرة أوليفيرا بمنتصف الميدان، واصلة عنده هيميلسي، هيميلسي بكرته على المستوى الدفاعي، هذه المباراة حاضرة على مستوى الاستحواذ البوزيشن، حاضرة على 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 مستوى النتيجة، حاضرة على كل المستويات، هذا اللقاء يعني الكرة عرضية لكن تبعد من سامت، وواصلة هناك بمنتصف الميدان إلى الجهة اليمنى، عالية واصلة إلى الطرف الأيمن، هذه المحاولة، المرور الصنهاجي، عطشة، الله، يتقدم بهدف ثاني، الملخية يتقدم بهدف ثاني، لاحظ الله، استلام مميز، مرور مميز، دوري قطر 23، نعم هذا الفريق اللي قدم مستوى كبير، صاحب اقوى خط هجومي، نعم يمتلك 78 هدف من 15 16 في اداره نادي السد، نعم ونكون رقم صعب مثل نادي السد، وحقيقه ما نشاهده باول موسم، عادت الى الطرف الايمن لمصلحه عالية وطويلة، ومن ثم بمنتصف الميدان الى 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 الجبهة اليسرى لمصلحة ما كتب على نادي ود، لكن بعد هذه المحاولة وبعد ولا زالت قائمة عالية وطويلة عند حارس المرمى، نعم هناك على مستوى حراسة المرمى، قصة كفاح تسعى للنجاح، هذا هو نادي البدع، نعم وتصريحات من لوكي ندفون، محمد عبد الرب قطعت من الهولندي، اخطا في تمريره، نيكاندرو بريفولد سجلوا هدف، اللاعب باسي النيجيري المحترف في صفوف الوقره يلعب كره بدون عنوان، نيكاندرو يا سلام على نيكاندرو، يلعب عبد العزيز على والمباراه بستة مقابل واحد،
هدفين لعبد الله علي الدياني في الدقيقة 25 والثامنة والعشرين، وهدف قوية والحارس متفتن محمد مبارك يعود كرة.